الحمد لله على السلامة يا عمو. شكرا على الورد استاذ. ولو يا عمري انا يعني معقول اداريين واساتذه واذنه بيطلعوا بيسكروا المدرسه قبل ما يتاكدوا انه كل الطلاب طلعوا لبرا؟ بصراحه التعليم انتزع من وقت ما استلموا النسوان، صارت شغله شرب. شو رايك عصام؟ رايي انك ما توفقت لا بالمكان ولا بالزمان بهيك تعليقات. يا سيدي قال يعني منى انا رايحه. سمر استني لنروح معك. معلش منى خليكي عندي، شوف شنطتي على السرير. خلص انا بدبر حالي، يلا باي.